ولو كنا بنتكلم على التاريخ الإنساني اللي هو بيعتبر التراث غير المادي، ففي حاجة اسمها التراث المادي. في مقتنيات تراثية من المعدات اللي تم استخدامها في بناء السد، في صور وفي لوحات بتوثق مراحل الحفر، وفي أيضا صور للأبطال اللي شاركوا في مراحل البناء والحفر والتشييد خلال السنوات العشر اللي كانت فيها بناء السد العالي. خلونا نتعرف على تفاصيل المقتنيات والوثائق المختلفة، ومعانا عبر الهاتف المهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان. بنرحب بيكي. وأبرز المقتنيات والصور اللي لسه موجودة لحد الآن ويمكن رصدت للمرحلة الهامة دي في تاريخ مصر في هذا المشروع القومي. يا باشمهندسة إيرين، أهلا وسهلا بحضراتكم يا فندم، بنصبح عليكم وعلى صباح كل الخير. مصر، كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة مرور 53 سنة على افتتاح مشروع السد العالي، وده طبعا أهم مشروع لمصر كلها مش بس محافظة أسوان. بالتأكيد كنا بنسأل حضرتك عن أبرز المقتنيات والصور اللي لسه موجودة إلى الآن بتوثق لي هذه السنوات الهامة في تاريخ مصر لهذا المشروع القومي. تمام حضرتك، في طبعا اهم قاعه للعرض المتحفي موجود بها ماكيت كبير يبين تفاصيل هذا المشروع العملاق اللي اتخذ مشروع القرن زي ما التقرير كان بيقول حضرتك، هو طبعا اختارته الهيئه الدوليه للسدود مشروع القرن. والماكيت ده بدقه عاليه بيبين كل تفاصيله، يعني الزائر اللي بيشوف الماكيت كانه هو بيقول انا يا دوب راجع من السد بنفس تفاصيله في الماكيت، يعني معمول بدقه عاليه زي ما حضراتكم شايفين. كمان اعلى الماكيت موجود شاشه بتبين مراحل انشاء السد العالي، احنا عارفين ان هم تم وضع حجر الاساس 9 يناير 1960 وافتتح رسميا 15 يناير 1971، وده حضرتك اتخذ عيد لاسوان القومي زي ما حضراتكم عارفين النهارده اسوان بتحتفل بعيدها القومي. بمناسبه التاريخ ده، اشمعنى التاريخ ده؟ لان هو تم فيه افتتاح هذا المشروع العظيم اللي هو مهم لمصر كلها. من ضمن برضو حضرتك الحاجات اللي بنوثقها للسد العالي، في معدات واجهزه استخدمت في انشاء السد العالي، ففي اللاند سكيب خارجي محطوط كل امثله للمعدات اللي استخدمت في انشاء هذا المشروع العظيم من اجهزه تخريم وحقن واجهزه كثيره. كمان السياره اللي كان بيستقلها وزير السد العالي انذاك اللي هو الوزير محمد صدقي سليمان موجوده في اللاند سكيب، وكان بيستقلها معاه الرئيس وقت ما كان بيجي يتابع المشروع. وحضرتك داخلي بقى في المكتبة الوثائقية العديد من الكتب اللي بتحكي تاريخ سرايان النيل وتاريخ إنشاء المشروع العظيم يوم بيوم، حتى الصحف والجرائد اللي كانت بتتكلم عن إنشاء المشروع جمعناها كلها في الفترة من بداية التنفيذ لحد الافتتاح. صحيح. ده يقول لنا إزاي إحنا مهتمين بتفاصيل الإنشاء، لأن المشروع ده مهم قد إيه بالنسبة لمصر. صحيح، وإحنا عارفين برضو إن إيه إن يعني التوزيع كان في عدد كبير أيضا في متحف السد العالي بخلاف متحف النيل في أسوان، بيوثق التراث المادي لبناء هذا السد العظيم اللي بيعتبر أهم مشروع هندسي شهدوا القرن العشرين. بنشكرك المهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل في أسوان، وبالتأكيد حلقة النهاردة كانت يعني مميزة، و ده حقيقي بنحتفل بيها بنكهة أسوانية، وأيضا بنحتفل فيها بشكل خاص بأهم مشروع هندسي في القرن العشرين، المشروع اللي حمى مصر من أخطار الفيضانات ومن أيضا أخطار شح المياه اللي بعديها في سنة 87 حصل شح مياه على 3 سنين، وأيضا في 98 حصل فيضان حمى مصر وخدنا منه، فبالتأكيد كان ليه تأثير إيجابي والمصريين شاهدوه على مدار السنوات اللي بعد كده.